بفقرة تسمع مني بيصيرني استقبل بالاستوديو دكتورة نورما حلو بيتار، معالجة نفسية. أهلا وسهلا فيك دكتورة بيتار. بونجور ماجي. اليوم حديثنا عن الأمل يلي كلنا متشبثين فيه، بنتمنى نضل نحس فيه لأنه أوقات مش بإيدنا إنه ما نتأمل، والفرق بينه وبين الوهم. لأنه كمان أوقات الوهم بنفكر حالنا إنه نحن هو حقيقة، هو حقيقة وهو نوع من التمني أو من الأمل. صح. خلينا نفرق بيناتهم بالأول. لا شك في التباس كتير كبير عند شريحة كتير كبيرة من الأشخاص، عدم التمييز ما بين طبيعة ومفهوم الوهم والأمل الحقيقي، لأنه ممكن الأمل الغير حقيقي يكون هو وهم بحد نفسه. نعم. إذا بدنا نجي نعمل مقاربة هيك بشكل مختصر، الوهم هو نوع من أنواع التشوه الحسي يلي بدل على سوء تفسير الإحساس الحقيقي. هون عم نحكي عن إحساس. نعم. ويلي هو طبعا بيكون كمان بالوجه الآخر هو أمل غير حقيقي. أما الأمل الحقيقي فهو بالعكس، هو نحن بيكون في عنا هدف، بنكون واقعيين، أحاسيسنا بتكون ذات طبيعة واقعية فعلية، عم ننطلق من واقع بس بالشكل المتفائل والشكل الإيجابي. أما الوهم عم ننطلق من واقع في محفزات خارجية، إنما عم نفسرها بالطريقة الواهمة وغير الحقيقية. فبكلتا الحالتين إحنا في عنا محفزات خارجية، إنما سوء تفسير الأحساس هو اللي بيخدنا إما على الوهم إما على الأمل الحقيقي. كأنه هون يعني نحن عم نغش مشاعرنا، يعني أو ما بعرف زي اللي عم تغشنا، انه كانه في غش بالنوع بالاحساس بالمشاعر. مزبوط مزبوط، وهذا اللي قصد فيه بالتشوه. بس احنا فعليا ما بنقصد نعيش طبعًا. الوهم يعني طبعًا. الوهم هو اذا بدك نوع من انواع الخشبه الخلاص ايام اللي نحن بنصير من الجأله كملاذ لحتى نطلع من شيء سيء نحن عم نعيشه، لانه صاحب الوهم عنده توتر دائم، عنده قلق، عنده أعراض كتيرة بتخوله إنه هو يروح لهذا الوهم، وكأنه الذات الواقعية عم تاخده على مطرح لحتى هي ترتاح من القلق والضغوطات الموجودة. صح. ويمكن بس نعيشه لهيدا الوهم أوقات كتير ما بيكون عبالنا يعني نصدق إنه هيدا هو وهم، لأنه نحن مرتاحين مصدقين غير الحقيقة الموجودة. مزبوط. وهون الخطورة دكتورة، خطورة بيتا. لأنه هون عم نعمل نكران. نعم. للواقع. هيدا الملاذ اللي عم نروح عليه هيدا وهم، هيدا غير موجود. فأنا إذا كنت عم بآمن أو أنا عم بلجأ للأمور اللي هي أنا مفسرتها بطبيعة حياتي إنه هي موجودة وحقيقية، أنا هون بوقف محلي، أنا ما بقدر أتطور، أنا ما بقدر أحط أهداف لأنه أنا مني واقعية. صح. هل في ناس معينين ما بعرف شو بتكون خلفيتهم أو شو بيكونوا بيحسوا أو بيعانوا بيعيشوا أكتر أو هي من غيرهم؟ أكيد، وخاصة الأوفر ثينكر. الأوفر ثينكر أشخاص عندهم قلق وتفكير زائد 24/7، فهون بيتحول هيدا الوهم إلى منصة المرض. وهون بنكون عم نفوت ممكن تجي الوساوس، هلاوس، كمان في فرق كبير بين الهلاوس والوهم. ففعليا نحن بحاجه انه نكون دائما عم ننطلق من واقع، من شيء معاش وحقيقي. حلو. شو الفرق بين انه يكون انا عم بتوهم حقيقه مش موجوده وبين انه وسوس فيها؟ هون رحنا على الحالة المرضية. وسوس فيها يعني أنا صرت بعيدا عن المحفزات الخارجية، يعني اللي بخليني أنا أروح على الحالة المرضية أو اللي بنقدر نميز من خلاله أنه الوهم هون صار مرضي، هو بعدم وجود محفزات خارجية من أصوات، من رؤية بصرية، من غيرها، هي منا موجودة، إنما أنا عم بعيشها أز إف هي موجودة. أما الوهم لا، بينطلق من واقع بس بيتفسر بطريقة مشوهة. نعم. كيف بيقدر الشخص هون يقول أنه مين قال لك عم بتوهم، أنا عم بتأمل، أنا عم بتمنى؟ كيف بيقدر هو يعرف أنه هو هون منه مجرد أمل أو تمني؟ هون بدنا نعطيه البروف، بدنا نعطيه الأدلة الواقعية اللي هو، ونتحاور معه على
وجود الأدلة، هل هي فعلاً هالأدلة بتوصلنا لهذا الطريقة من التفكير؟ لأنه الوهم هو طريقة كمان من التفكير مغلوطة. فهون بالحوار وبالأخذ والعطاء مع هذا الإنسان منقدر نوصل حتى نقنعه ونعطيه أدلة. أهم شيء الأدلة الواقعية، برجع بقول يعني بسطر تحت واقعية، لأنه انطلاقه هو من الواقع بس هو أساء التفسير. فنحن علينا نحن ننطلق من نفس الواقع، إنما بتفسير مصوب وتفسير صحيح وحقيقي وواقعي. نعم. يا ريت دكتورة بدنا نعطي مثل حتى الناس يفهموا أكثر ويقدروا هن يميزوا، يعني لأنه قلتي اثنيناتهم عندهم محفزات واقعية، محفزات يعني موجودة، مؤثرات خارجية. خارجية بس واحد بيخدها هيك صوب الوهم، وواحد لقى عن جد بيكون هالمحفز للأمل. أوكي، بس بالحالة المرضية ما في بيكون محفزات، بس توضح أكثر. نعم. حالة المرضية اللي هي الهلاوس أو الوساوس أو الشك اللي على المستوى أو التفسيرات الفكرية اللي كتير خاطئة، هون نحن رحنا على الحالة المرضية بعدم وجود محفزات. هلأ بالأمل وبالوهم طبعا في محفزات خارجية، وهذا اللي بيميز بهالمقاربة بين الاثنين. نحن منكون عم نعيش هيدا التمني based on عدم قدرتنا على تحقيق الأمور، منروح بالover thinking تبعنا أنه نحن نعيش القناعة تبعيتنا أنه نحن we are fine، لأنه صار في نوع من الإشباع للحاجة اللي هي عم بتكون عم تدفعنا غرائزيا أو بالشكل اللي نحن بنتمناه أنه نحن نروح صوب موضوع معين. فهون نحن بيخدنا الوهم، بيستنزف لنا الطاقة الداخلية الموجودة والطاقة الفكرية، وبصير في عملية إشباع لهذه الحاجة نتيجة التفكير الزائد والوهم الغير مقبول يعني. وهون منروح على الفشل، لأنه ببطل في عنا قدرة على الإنتاجية. كل ما ازداد مستوى الوهم كل ما نحن عشنا فشل أكبر وإنتاجية أقل بكتير، ممكن نوصل إلى ما دون الإنتاج حتى. نعم. وبالأمل؟ بالأمل عنا نحن واقع، عنا بلان لنوصل لهدفنا اللي احنا بنكون راصدينه، عنا إيمان بقدراتنا المعرفية، عنا وعي بالداخل نحن شو في عنا من مقومات معرفية وعقلية ونفسية واجتماعية بيئية وبيولوجية بتخولنا انه احنا نوصل للهدف. فبالأمل الحقيقي هو اكسير الحياة، يعني احنا ما فينا نعيش بدونه، مثل ما انه احنا ما فينا نعيش بلا الأكسجين حتى الروية الداخلية تشتغل. فهو بمثابة الرئة للجهاز النفسي والجهاز الفكري اللي احنا بيسمح لنا انه نعيش ونوصل ونحقق اهدافنا. نعم. دكتورة بيتار، هل حقيقة يعني هذا الشخص المتوهم بيلبق له المثل بيقول مثلا كذب وصدق كذبته، كذب اخترع وفكر واقع؟ مزبوط، لانه في حيل كتيرة بهالحالات بعيش الإنسان من حيث لا يدري، مش هو منه قرار، منه قرار وما بيحس أوقات، ما بيكون عارف أبداً. منجي نحن هون بالعلاج، نحن منواجهه بكل الحقائق والمعطيات، ومنواجهه طبعاً، منواجهه تنواجهه على تفاصيل واقعية يستنتج هو من خلالها أنه قد أدرك الموقف بطريقة مغلوطة. إذا أدرك الموقف شو العلاجات؟ إذا أدرك الموقف بالطريقة المغلوطة، عنا العلاج النفسي هو إذا بدك الخط الأول لهذا النوع من الاضطرابات، أو إذا كان بعده منه وهم مرضي، وهم فكري بس فقط وإحساس، هو العلاج النفسي بالطليعة. وإذا اضطرينا نحن بنروح كمان جنبا إلى جنب مع العلاج الدوائي كمان ببعض الأحيان. وقت اللي بنوصل لعدم الإنتاجية وبشكل طويل المدى وإلنا فترة زمنية طويلة، نحن بحاجة للإقلاع عن هيدا المنصة اللي احنا واقفين وثابتين عليها. نحن بحاجة لبوست بيولوجي فيزيولوجي بشكل هرمونات معينة تكون عم تتحفز حتى نحن نعمل الستيب لقدام بيساعدنا. دكتورة بيتار، هل الأطفال أو المراهقين أو ما بعرف هيك بعض التغييرات بجسمنا نحن عم نكبر، أطفالنا أولادنا ممكن يعيشوا هالفترة بطريقة غير مقصودة؟ أكيد، لأنه تحديدا نحن بفترة المراهقة الأولى والثانية نحن في عنا شيء بيبرز يلي هو القدرة على التخيل. نعم.
في فرق كتير كبير بين الخيال وبين الوهم. الخيال نحن ممكن ناخده بطريقة إبداعية مثل الحلم نستثمره. يعني نستثمره لحتى نكون عم ننتج. هون في حال عنا اضطرابات نفسية كامنة في الداخل لدى المراهق أو عنا بيئة حاضنة هي غير سليمة نفسيا أو تعرضنا لوفاة بعض الأشخاص اللي بنحبهم كتير، هم بنروح على الوهم المرضي إنه صير نحن بنخاف من الموت، بنخاف نمرض. هدول كلهم إما بياخدونا سلبا إما بياخدونا إيجابا، لأنه هون في ورشة خيال عم تتكون لحتى تبني قدرات عقلية وأفكار ومعتقدات مفروض أنها تكون مظبوطة. فإما أنها هي بتروح على حيز، يعني هو الوهم فيني أقولك هو انحراف للخيال. فالخيال بيتواجد بعمر المراهقة، بس في حال نحن كنا ملفوفين بالظروف البيئية السلبية أو في عنا عوامل داخلية حفزت هيدا الوهم، فنحن حنروح على الوهم. نعم. قدي هون دور الأهل ينتبهوا لهالموضوع، يعني مش يفكروا أولادهم عم يحلموا أو عم يبدعوا أو حسب يعني شو الحالة اللي عم يعيشوها، كيف لازم ينتبهوا إنه لقى ابنهم عنده هيدي التندانس إنه يروح على الوهم ويخترع أوهام؟ أولا بدهم يكون هن عندهم المعرفة وبيكون عندهم العصا السحرية اللي يعرفوا يقروا من خلالها. أما بالنسبة لكيف منعرف، في إشارات كتير ببطل الشخص قادر يصير عنده إنتاجية، إن كان دراسة ببطل بيدرس مثل ما مفروض أو مثل ما كان عم بيدرس، إن كانت إنتاجية مهنية كمان نحن على نفس الوجه منكون من الحالة اللي عم تروح على الوهم. فكل ما كنا نحن إنتاجيا عم نقدر نحقق، اجتماعيا عم نكون نحن منخرطين بالمجموعات أو الرفاق اللي نحن عادة منكون معهم، في انطوائية معينة، في أداء سلوك صار غير بطل مثل ما كان قبل. هذه كلها إشارات ليس فقط لأنه نشوف أنه أولادنا عم بيعيشوا وهم مرضي، إنما كمان لحيالة اضطراب نفسي تاني، إن كان اكتئاب أو قلق أو whatever من سلم الاضطرابات النفسية. فهذه إشارات كلها مفروض الأهل تعمل alert عندهم أنه نحن في ثمة أمر يعني غير محبوب. صح، مش عادي. مثل ما قلت يعني بدي ركز على هاي آخر نقطة لنختم دكتورة نورما، أنه الأهل لازم ينتبهوا على سلوك أولادهم المتغير، يعني مثل ما كنا عم نسمع هلا بآخر فترة كمان تحميل الأهل مسؤولية أنه ما يتحاوروا مع أولادهم إذا انتبهوا أنه في شيء مغير، إذا حسوا أنه ولدهم انعزل، بطل يحب يظهر، يعني كل هيدي بتودي مش بس ل نكتشف الوهم، نكتشف كتير يعني هيك مشاعر قد تكون يعني مغلوطة عند الولد. والولد آخر شخص ممكن يخبره أو آخر ملجأ هو الأهل. نعم. ليه؟ لأنه هو بصير بيعيش مشاعر الذنب في حال هو يخبر أهله عما يخالجه من صحيح. من أفكار أو من أحاسيس سلبية، فهو بيبعد كل البعد، بروح على الانطواء لحتى ما يخبر أهله، تما يعيش مشاعر ذنب إنه هلأ هن عم يهتالوا همه. فكل ما كنا الأهل على مقربة نفسية سليمة مع الاحتفاظ ببعض الخصوصية للولد، كل ما نحن عم نقدر نقرأ أكثر، عم نقدر نعمل سكان لتفكيره، لعواطفه، لأحاسيسه، لمشاعره، لكل أدائه بكافة التفاصيل، نحن بنكون عم نساهم طبعا بطريقة جد فعالة. حلو، شكرا دكتورة نورما حلو بيتار على هالمداخلة اليوم، كثير مهم نعرف الفرق بين الوهم والخيال والإبداع والهلوسة والأمل والتمني. بنتمنى أكيد نكون بنعرف هالشي ونضل نتأمل. وأنا بدي أختم معك أقول شغلي كمان هلأ ممكن نضيفها، أنه كمان إطالة الأمل تسيء العمل، فبدنا ننتبه لها. هذه مقولة للإمام علي بن أبي طالب. نعم. نحن مفروض حتى بالأمل يكون نحط في عنا بلان بالضبط، هدف وبلان وخطة زمنية كمان. صح. حتى ما تطول، ما فينا نضل نتأمل كل الحياة بشي ما رح يصير. مزبوط. شكراً.